مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ وحشين كلكم. معلش انا صوتي في الضياع بس عشان عندي برد، بس جاي لكم عرض جهاز بي ان بي بيشتغل دي ال وام تي ال مود جي فيب. ده شاشة محترمة جدا، مش واضحة عليكم ايه؟ جهاز كسر 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 زيرو مع 2 بطارية سوني اوريجينال. نافورة الدخان، انا بشرب امتيال دخان عامل كده. ده ليكوا حبايبي احسن احسبه ب 2500 جنيه. ولسه عامل لكم كام عرض تاني في عندي البود ده ارجوس، بود في منتهى الشياكة بس هو من غير علبة، وبرضه كسر 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 زيرو بشاشة. النهارده ب 800 جنيه، شفت الجهه دي لسه جديده، هتدفع لي هوت سالت. لقيت شاشته الضربه والوات وكم في الميه والكلام ده كله، شاشه محترمه يعني. جهازين اجمل من بعض. لسه عندي جهازين في البيت تاني، هعمل لكم عليهم فيديوهات في المستقبلين. وطبعا كل جهاز معايا ديزت ليكويد هدية مني، والتواصل معايا واتس 010-622-9114. احنا بعونين الله ارخص بيبقى في مصر مستعمل وجديد. الحمد لله، شكرا لكم يا شباب.